واصل قواتنا يتابعون تنظيف بلدات الغوطة الشرقية ابتداء من العتيبة وصولا إلى القسمية والزمانية، ويستهدفون عصابة إرهابية تابعة لما يسمى جبهة النصرة. مراسلتنا الحربية ميس عاقل رافقت أبطال جيشنا في مهمتهم ووافتنا بهذا التقرير. جولة جديدة مع حماة الديار وانتصار جديد لهم بعد جربة والبحارية والقيسة. أبطال الجيش العربي السوري يعيدون سيطرتهم على القاسمية والزمانية، أينما حلوا حل الأمن والأمان. بعد بلدة جربة والبحاري، أبطال الجيش العربي السوري يعيدون الأمن والأمان إلى بلدة القاسمية، ونحن الآن متواجدين أمام الجامع الكبير في القاسمية. وفي أثناء تنظيف الجيش لبلدة القاسمية ضبط عددا من العبوات الناسفة المعدة للتفجير واستهداف الآمنين. جوابنا على الأرض بتعرفوه، بيعرفوا كيف عم نتعامل معهم، وبيعرفوا الرسالة اللي عم نوصل لهم إياها. إيماننا بالنصر، مصممون على تحرير كامل الأرض السورية بإذن الله، منصورين. وعاشت سوريا وتحيا سوريا والنصر لسوريا. واقفين بوش الارهاب، وكل من عم بيجي يقتل الاهالي والاطفال الابرياء، عم بيجوا الطفل الصغير عم يحمل علم جبهه النصره، مو حرام؟ عم بيعودوا الاطفال الحقد، الاطفال الابرياء شو ذنبهم؟ هي الضحكه البريئه يقتلوها، نحن صامدين بوجه كل من بيخلف امن سوريا. المعنويات جيده جدا جدا جدا، وبدنا نتابع لحتى نطهر سوريا كلياتها من الاوساخ هذول القذره والمندسين اللي عم يجونا من خارج سوريا. نحن هلا بقرية القاسمية، قمنا بتنظيفها من فلول الإرهابيين والمرتزقة، ونحن عزيمتنا قوية بإذن الله وبإذن هالشباب موجودين. بعد تنظيف منطقة البحارية وجربة والقضاء على المجموعات المتواجدة هناك، تم متابعة هجوم الجيش العربي السوري باتجاه بلدة القاسمية والقضاء على الكلاب التي هربت من منطقة جربة والبحارية والقضاء عليها في منطقة القاسمية، ونحن الآن موجودين فيها ولعنا أنها بكاملها تحت سيطرة الجيش العربي السوري. حاليا قواتنا سيطرت في المرحلة الأخيرة على القاسمية والزمانية، وهنالك بالتأكيد تعاون كبير مع الأهالي، حيث يقوم قسم كبير من الأهالي بإيصال المعلومات والطلب من الجيش الدخول إلى مناطق من تحريرها من رئيس الإرهابيين. كل يوم نحن عندنا انتصار جديد الحمد لله، وكل يوم عندنا تقدم على الأرض. سلسلة عمليات نوعية ينفذها حماة الديار ضد تجمعات وأوكار الإرهابيين المرتزقة، وعلى العهد باقون، وسوريا ستنتصر بعزيمة وإصرار أشاوس الجيش العربي السوري. لأخبار التلفزيون ميس عاقل، ريفو دمشق.